هذه سلوكات جميلة جدا، انه تعطيك نوع من التآزر، من التآخي، من الالتحام مع بعض. وش نقول لك، اعطيهم الصحة. ولاية طارف الولاية التاريخية المضيافة. اليوم شاهدنا في ساحة الاستقلال امام مقر الولاية تجمع اكثر من 1000 صائم لمأدبة افطار جماعي تحت اشراف سيد والي الولاية، وبتنظيم مجموعة من الجمعيات ناشطة خاصة في القطاع التضامني. هذه الجمعيات أبت إلى أن تتآزر مع بعضها وتتآخى في تنظيم هذا الإفطار. مشكورين كذلك العائلات التي لبت الدعوة. تونس والجزائر نشكرهم على حضورهم معنا، شرفونا بحضورهم على مستوى ولاية طارف. مشكورين كل من شارك في هذا الإفطار الجماعي، مشكورين كل من أدخلوا الفرحة والابتسامة وساهموا في هذا الجو العائلي. جو عائلي بامتياز. بالنسبة لي أنا يكلموني ليزارتي الصحابي من سواء في اكتيفيتي كولتوريل ولا اكتيفيتي خيريه انسانيه، نتعاملوا مع بعضنا كما نسحقهم يجيو للجزائر كما نجيهم لهنا. فاليوم جو عائلي بامتياز، العائلات الكل موجوده، خرجت للشارع. مدينه نظيفه برشا، مدينه الطارف، فهمني. ما ننساو الزاده ايضا، ديما نحييو خوتنا في غزه. اول مره حضرت فطور جماعي في ولايه طارف، الحمد لله كانت لمت الأحباب، لمت الأصحاب، العائلات، كل الأجناس، حاجة ما شاء الله. نشكر كل من قام في إنجاح هذا الحفل.